أنا بتكلم وعيني في عينك، يا كل ظالم، يا كل أفاق، يا كل فتان، يا كل خاين لبلده، يا كل خاين لأكل عيشه. الدنيا متفاتة، الرياضة مش نافعة، ملعونها رياضة، إلغوها إلغوها. وبنادي سيادة وزير العدل والقضاء الشامخ المصري اللي احنا بنسانده زي ما بنساند مصر وبنساند الأهلي، هذا الكيان اللي من مئات السنين، الكيان القضاء مصر الشامخ وكيان الأهلي اللي من أكثر من 115 120 سنة واقف في ظهر مصر، في ظهر حكومات مصر. بنستغيث بالله ثم بيكم، إن لم تغيثونا فالله موجود. جد النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا يعني عبد المطلب، فقال إيه؟ الكعبة لها رب يحميها، وربنا حماها، وربنا حماها. يعني إحنا، أنتم منتظرين إيه؟ أنا مش عاوز أطول، أنا بقول مختصر مفيد. أغيثونا 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 من هذا الأفاق اللعين، دجال الفتنة، أغيثوا مصر. وما زال عندي أمل. أنا بتحصل لو أنا شفت بالصدفة قنوات لا أتابعها على السوشيال ولا أي حاجة، بيستفيدوا وبيستخدموا هذا الأفاق، هذا اللعين، هذا النمرود بأبواقه اللي فيها سم وفيها تهديد وفيها بلطجة، تهديد أنا وأنت يا خطيب لآخر العمر. هو لسه في عمر، هو لسه في عمر يا راجل، هو لسه في عمر. إحنا مش عاوزين نسرح بالموضوع، مش عاوزين إنه ياخدنا لموضوع إن إحنا بنقول كلام وفتنة وحرب أهلية وحرب شعبية، والأهلي طز في الأهلي وطز في الزمالك وطز في كل شيء عشان وطننا. الرياضة اتعملت عشان شبابنا، عشان ابني وبنتك، عشان بنت وابنك، ما اتعملتش عشان أفاق ملوش في أي حاجة خالص يجي يحكم فيها، ما اتعملتش عشان حكام الساحة ييجوا يغيروا قانون ربنا، قانون ربنا على الأرض. وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل، احكموا بالعدل. ده ربنا قلب قرية سيدنا لوط كده، طلعها فوق كده للسما فوق ونزلها عشان ما فيش عدالة، عشان في ناس شواذ ما فيش حد بيحاسبهم. وروح العادة وثمود، هو انت ما يا اخي، عندنا في مصر شوف قارون، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وربنا اتاه من يعني من الاملاك والذهب وكل شيء، يعني مفاتيحه كده كان بيجرها احصنه، مفاتيح بس المخازن الذهب بتاعته، فخسفنا به وبداره الارض. هات لي بني ادم عاش للابد، هات بني ادم عاش. يا اخي ده السيد الرئيس حسني مبارك الله يرحمه استقام للقضاء المصري لحد ما مات، اللي احنا بنعيب فيه يا اخي، يا اخي ده مش ممكن. ده ايه ده؟ ايه ده؟ ده في ناس بتتاخد وتتسجن وترفع بقى بعد نقد وبتاع لسه، هو انت كمان عايز تدي قانون جديد؟ الحكم عليه استشكال الأول مش نقض، ده حكم محتاج استشكال، اللي أنا ما درستش حقوق. هو أنتوا إيه؟ قد أنتوا غلبتوا قانون ساكسونيا الألماني في ولاية زاكسن من القرن 1800، من القرن 19. ده أنتوا غلبتوا كل شيء. قبل صلاة العصر عايز أقفل اللايف ده، إنكم تشاركونا، إنكم تدعموا أي قناة بتظهر الحق، انكم تدعموا اي قناة، اي قناة مهما كانت بس بتساند البلد. ده الوقت اللي لازم نحمي فيه بلدنا. احموا الخطيب، احموا الخطيب لو سمحتوا، احموا الخطيب واسرته، حرام عليكم، حرام عليكم. ده الدنيا متفاتة، ملعونها كورة الغوها. انتوا كرهتوا ولادنا في الكورة، كرهتهم في الرياضة، هيروحوا يعملوا ايه؟ يقفوا في طوابير يشتروا حاجات ادمان. وزير الرياضه سايب الانديه كلها والشباب والرياضه
وكل الساحات الشعبية ومراكز الشباب، وبيضخ أموال وملايين لكيان بعينه، وسايب الأولاد بتلعب على الأسفلت، اللي يجيله رباط صليب واللي تفتح دماغه واللي أهله يضربوه عشان اتعور. ما ينفعش، ما ينفعش. أنا رسالتي لكل مسؤول من أول مجلس محل لغاية رئيس الجمهورية، البلد مش ناقصة، البلد دي ربنا حميها بالغصب عني وعنك، يا كل حمار مخطط، يا كل واحد أفاق، مع إنك دارس دكتور مهندس مدرس قاعد على المعاش بتساند أفاق. يا أخي احترم نفسك، احترم سنك أنت وهو، احترم ابنك وبنتك يا أخي. ده آيات المنافقين كتيرة جدا، لو أنت فتحت أي حاجة كده هتلاقي آيات المنافقين مالية كل حاجة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. المنافقين ده ما فيش آيات جت في الكفار وهيروحوا جهنم قد الآيات اللي جت في المنافقين. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. والله العظيم ثلاثة، أنا فاتح بالصدفة وبقرأ، ما بعملش أي حاجة خالص، أنا بفتح كده وبشوف بس قدامي. ما ينفعش اللي بيحصل. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. اكتب كده آيات المنافقين في جوجل يا سيد يا محترم يا اللي ناس ربنا. هو انت عشان اتولدت مسلم هتضحك على الناس يا اخي؟ ده لو واحد مسيحي عنده اخلاق كويسه جزمته برقبتك يا اخي. الموضوع موضوع تربيه، اصبح مش موضوع دين النهارده، موضوع تربيه. هو يبقى ولا في قانون ولا تربيه ولا دين؟ مش ممكن اللي بيحصل ده. رجعوا الدين المسيحي، رجعوا الدين الإسلامي، رجعوا الدين يا أخي، وآيات الدين يا أخي، رجعوا آيات القرآن للمدارس. اعملوا عندكم الدوار ولا أي ساحة ولا أي مركز شباب، اعملوا في أوضة لتحفيظ القرآن، علموا أولادكم القرآن، وسيبكم بقى من الكورة، الغوها. افتحوا الكتاب من جديد. هذا الدجال، دجال الفتنة اللي عايش اليومين دول، بيدمر دولة، بيدمر وطن. خلانا اضحوكه ونكت في الخليج وفي كل مكان وفي اوروبا. انا لو قعدت من هنا لبكره مش هبطل، لان انا زعلان على بلدي. انا نسيت الاهلي اصلا، نسيت الماتشات. مش ممكن بقى لنا 100 سنه عشان كيان واحد البلد تتدمر، عشان كيان واحد كله شغال ليه؟ احنا كلنا سعداء باللي في مصر، سعداء بتمشي على طريق آمن، بتمشي على طريق كبير واسع، بتشوف فيه تقدم، بتشوف فيه ثقافة كويسة، بتشوف فيه مدن جميلة. الناس مستحملة، مستحملة الزيت اللي بقى بكام وده بكام وده بكام، العالم كله الأسعار مولعة. أنت جاي تكمل عليها التسعين دقيقة اللي الناس بتتفرج عليها بقى فساد كمان يا أخي؟ حرام عليك، حرام عليك يا أخي. عود لربنا وتوب لربنا، واقعد مع أولادك وأحفادك وسيب الناس. ويا سيادة الوزير العدل، أنا مش بدخل رئاسة الجمهورية، مش فاضية للكلام الفاضي ده، أنا بتكلم الناس اللي لهم مراكز ولهم أحكام. أنا بناديهم كواحد مصري بسيط، مصري أصلي، حتى لو رحت أمريكا ولا عايش في أي دولة، خايف على بلدي، خايف على المنافقين، من المنافقين منها، خايف من الفتنة، خايف من القنوات السوشيال اللي بتستغل هؤلاء وتبقى مادة سائغة ليهم. أرجوكم احموا البلد، احموا الخطيب الرمز، احموا رموز العلم، رموز الرياضة، رموز الدين، احموهم من هؤلاء الأفاقين. أنا مش قادر أقول أكتر من كده، ماليش نفس ولا مباريات. المباريات بقت منباعة، الحكام بقوا منباعين، المستطيل الأخضر بقى قضاء فاسد عشان واحد. مش ممكن. رجعوا العدل زي ما كان عشان ربنا يحافظ على بلدنا زي ما محافظ عليها لغاية دلوقتي. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. لو شايفين كلامي ده لو في ذرة حق، قول الله أكبر، الله أكبر على الظالم، الله أكبر على المفتري، الله أكبر على المنافق، الله أكبر على البلطجي، الله أكبر على كل مختل بحق ده الأدان يا رب.
الله اكبر عليك، اصمد يا خطيب، اصمد يا جماهير الاهلي، اصمد يا اي جمهور في مصر، اصمدوا وادعموا اي رمز، لو في لاعب في الاسماعيلي رمز اصمدوا وادعموه، رمز في الزمالك ادعموه، حسن شحاتة وغيرهم، اصمدوا اصمدوا يا جماهير الاسكندرية، بوبو والى اخره وما ادراك من الاسكندرية، اصمدوا. وربنا ربنا على كل ظالم، على كل ظالم، يا زي الاخ محمد حسن بيقول الله اكبر ونشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. بطلوا بقى يا جماهير الخطوط الحمراء، بطلوا. انا مش عاوز اشتمكم لانكم في بعضكم قرايب واخوات واصدقاء، ما تشيروش حاجات لهذا البلطجي، مش هينفعكم. ولو الدوري فاسد بنقول لكم مبروك، مش مشكلة، المهم الدولة، المهم ابن وابنك. انا نفسي اقفل بس مش ممكن الاذان، انا عاوز استفيد بهالحسنات انكم تبقوا معانا، وبتكلم اثناء الاذان بس صوتي ان شاء الله الاذان جاي معاكم، لان دي ساعه استجابه باذن الله تعالى. اصمد يا خطيب، اصمد يا خطيب، القضاء المصري شامخ باذن الله، هيرجع يبقى شامخ، وزير العدل هي ان شاء الله باذن الله تعالى. مصر ده مصر يا جماعه عمرها 30,000 سنه، مصر بتوصل ل 30 40,000 سنه، مش 7,000 سنه، ووقعت وقامت واستعمار ومش استعمار، والاهلي مر بدمار ومر بخراب ومر بحاجات ما مسهوش، فضل الاهلي، والحكومات اتغيرت، واي دول العالم فيها الفاسد وفيها الطالح وفيها الصالح، لكن الموضوع زاد يا سياده الرئيس وزير العدل، الموضوع زاد عن حده. انا مش بشتم الراجل ده، ما بحبش اشتم حد عشان هقابله يوم القيامه، شتمني وشتمك وشتم اهلكم وشتم الزملكاويه قبل الاهلاويه، وما تنسوش احداث الدفاع الجوي، ما تنسوش احداث بورسعيد، مش عايزينها تتكرر تاني، عايز يرجعها تاني. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، آت سيدنا محمد الوسيله الفضيله وابعثه، اللهم قام محمود الذي وعدته. أرجو منكم الدعم والمشاركة ومتابعتنا معاكم في كل مكان، ويا رب نرجع نعلق على كورة ونناقش ونشوف الأهلي هيعمل إيه، الزمالك هيعمل إيه، ويا رب نرجع يكون أهلاوي وزملكاوي أصدقاء يحفلوا على بعض. الموضوع وصل لكره بين الجماهير. اللهم قد بلغت المرة الثالثة، اللهم فاشهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.